لربط الحاضر بالماضي في برنامج حياتنا. أهلا بكم في هذا الجزء الثاني والأخير من برنامج حياتنا اللي نستضافه فيه الشاعرة الشعبية وخنساء شنقيط عاش التوبة. أهلا بك شعر الحساني. أنا شو قلت؟ شعبي اللي هو الشعر الحساني الشعر الشعبي. ايش تعريفه باللغه العربيه؟ الشعر الشعبي. الشعر الحساني. والله ما عندك مشكله غير بعد الشعر هو الشعر الشعبي. تعريفه غير هو حساني تحساني ابو بصر. زين زين الشعبي والحساني. وايضا اكبر فنانه صاعده موريتانيه واجمل فنانه اللي بقيت نستضافها اليوم ونتحفكم بها طبعا انتم كاملين تعودوا تبقوها وهي طبعا غلانة بنت سيداتي ولا بنت سدوم ولا سيداتي. اذا طبعا نرحب بكم من جديد وطبعا انا قبل اتصالاتكم واستشكالاتكم وارائكم في البرنامج وفي الموضوع وفي حلقه الليله ولا نجدد الشكر للراعي الرسمي للحلقات الوطنيه للالبان نجدد لهم الشكر وعلى رعايتهم للبرامج الثقافيه في برنامج حياتنا ولا ايضا نشكر ايضا اهميتهم في الاقتصاد الموريتاني وبوصفهم شركه رائده في مجال الالبان وبصناعه طبعا بجوده عاليه كما تعلمون جميعا وبجميع منتجاتهم اللي تلحق 40 منتج والله اكثر من 40 منتج متنوع من انواع كامله اللي تنافس الالبان وجميع المنتجات الالبان اللي وافده الى موريتانيا تنافسها للشركه تذكر فتشكر. طبعا شكرا لكم ايضا على متابعتنا الفقره الاولى اللي كان فيها الاستاذ المجد الطريف طبعا بكتاباته الادبيه تتسم طبعا بالطرافه وايضا شكرا لكل من انضم الينا من جديد في الفقره في هذه الفقره اللي نستضاف فيها للاخوات طبعا مميزات كله في مجالها. طبعا لهنا نبدا بك انت عشتو شدتي يا مصر على البيض عشتو هاي اول مره شو نقول لك؟ مصر على البيض عشتو شو نقول لك؟ يا فاو حيرت اسمحي لي انا عندي مشكله ما قلت لك المره الماضيه مولي قلت لك المره الماضيه حقك قعدت فيها معي في الساحل والله الا حق والله الا حق عشتو انت مصر سبحان الله العظيم قاريه مولي ذاكرتي ما تنقلع اذا خجت خجت اسمحي لي مباشرة جلست نبهله طبعا عيشته قارية فيا دائما اجبرها ما قلت لها عيشته ويا خجته طبعا اقول لها عيشته دائما يا خجته طبعا لهنا نبدا معك انت تقولي لنا نموذج من الشعر الحساني في بداية الحلقة تحفوا به الجمهور نعود نرجعوا للمحاور متعددة في البرنامج بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم شاكرتك وشاكر القناة الوطنية على هذه الاستضافة للبرنامج طبعا من الصحابي ان شاء الله كياتي تبارك الله متميزين ان شاء الله شاكرين لك نحن تزاد مولي شكرا نموذج من ما يصب في اخبار التراث معكم الطافلات اللي تتكلموا معنا في البرنامج نتكلموا اكثر على ظهور المراه في, 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 في الشعر الحساني الاصيل ظهورها تجلياتها من شكلها ومن لباسها ومظاهرها كامله اللي خلدها الشعر الحساني تعطينا نموذج قديم الى عادهم يقول واحد العليا تصلا كانوا حفولهم ماك حفولهم مارك اللي النيلة والكحلة واخلاق اللي يديرهم في صيغانهم والكحلة والنيلة وشي تقليدي يقول ما تقبضني حنة اليدين وديار الفضة في الرجلين اللي هم اخلاق ولا يقبضني ولا يقبضني شرك السنين بيه اللي شرك السنين كان السنين العليات زين يقنع عليه ورقع ما ترخال ولا يقبضني شرك السنين والكمامة وكحال الشكل وملاح بقلم مترهدين وطياح الكم على قافل وانا اختير بعد عود وطياح الخليال والله الوالي الكم بيه لكم طياح الكم على قافل والسواك وعزة شي زين والتعزال بعزل القبلة تعزال بعزل القبلة شي يقلي يقلي ما هو زين واللي ما يقلي لانه هو ما قابلوا شوق ما قابلوا شوق حنة ليدين ولا ديار الفضه في الرجلين ولا شرك السنين ولا مثل اذا كان هو معناه هو عنده ورقاش في هذه المواصفات كامله اللي فتذكر هو عنه مثل ما قابلوا به. زين جميل جدا اذا جميل اذا طبعا الرقم على الشاشه يديروا لي راسين على الشاشه الرقم هو 45 29 32 14 هذا الرقم اللي على الشاشه اللي تتصلوا بنا وتعطونا ارائكم في الموضوع وتعطونا اقتراحاتكم ايضا في الحلقات القادمه شنو اللي تعود ولننبهكم بان الحلقه الليله ما فيها مسابقه يقال ابتداء من الاسبوع الجاي الاحد القادم اللي تعود فيها مسابقه مباشره وفيها جوائز قيمه
لهي ايضا انتقى الشعر الفنانه الكبيره الصاعده قلنا شعرك نورتينا بهذا التقليد ونورتنا ايضا خجلتي بهذا التقليد جايت في برنامجك حركت الاولى شرف لي كبير صحابي ان شاء الله كبيره متالقه وبرامجك زينين عندي كامل شاكرتك على الاستضافه وشاكره قناه الوطن شكرا جزيلا لك طبعا لهنا قبل نسوي لك طبعا ان شاء الله فجاه الساحه الفنيه والدفنيه فنانه كبيره بهذه المقاييس الحمد لله على الصوت ان شاء الله والحضور وعاد مفاجاه الساحه الفنيه وقر كانت الناس تنبه كامله به انت عندك شهور قديم قط سمعناها على الواتساب وسمعته الناس ولا عرفت الشك قاع منهم من الاشوار اللي الوحدات معهم قاع خلينا اصلا شكت وعاد الناس تداور تقولي تقولوا بلي انا تقولوا بلي انا وفي الاخير ثبت لنا بنك التيار تقولي ياسر بن خلق ياسر بن خلق وهذا الشهر طبعا انا نراهن بن كل حد اللي يعود تقريبا قط سمعوا هذا الشهر شهر على مباله وانا الليله قلت لها ما يبقالني لان نضل نسمع صوتها الحقيقه على مباله والله والشهر كيف حبيبتي الشر بدلوا كلمات شوي وراني معتذرة عن الإبداع ما فيه ما يعتذر له حد الإبداع ما فيه اعتذار لا معتذرة عن النبي اللي ذاك بصفته ذيك اللي كنت في دار أهلي معايا أخوي معايا هذا وسجلني رقاج مني على بقاعد يجي لا شور معدل من أحيانات أصحابات اللي بيدون جوغو بيه ما هو متخطينا قاع نقول أنا على إنه شاعر راني معتذر عن كلمات بدرتهم قاع مذكورني أنا من لبلاد ياسر وعلن متبع راس متبع راس وما يسرق واللي زاد ما يسرق ما خايف قاس ما يسرق ما خايف قاس 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 مشيع عنه بدش رجف العاي متخصص رجف العايد متخصص جاي ولعق بتهكش غام التسع ما متملص متسع ما هو متملص 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 مذكورني أنا من لبلاد ياسر وعلن متبع راس ياسر وعلن متبع راس هو ما يسرق واللي زاد ما يسرق ما خايف قص ما يسرق ما خايف قص 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 صخايف قاس ما ندير بدك تزيدينا لا 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 رايك تزيدينا شفان القافله الاخر شنو شكيه ذكر يا ابو شنو قيفان انا ساهي عن قيفان وبيني باطل بيني عرفتها قولوا لنا في ميكرو قولوا لنا في ميكرو لا نصحتك يا صاحبتي رجلتنا ما تخرص رجلتنا ما تخرص جلي بقيك انتي وانتي 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 ومتبع راس وانتي متبع راس متبع راس متبع راس متبع راس متبع راس مو عادي لا ما هو عادي بيزا طبعا الناس كامله ما شاء الله قبلها تبارك الله شكرا ايش تميتي لين قلتي؟ لا نقول انتي بدعتي ما كان اصلا موجود؟ هم انا ما كان موجود وبدعتي ملحن تودي تسدوا مرسيداتي خسر انا وجهه تحيه لحقنا دوا بالحق اكبر منه خلاص اختي كبر مني ما تنهو ما نظم اخبارها شنو هو غير ان شاء الله تبارك الله ملحنة لحنته والله دائما تلحن لي شواري وراهي الوالدة من فقعة لأني قلت لها هي اللي تلحن لي شواري هي ما وحدها معاها الوالدة قارنة الشيخ والأب ومعها أخويا أخويا الغالي الفنان العظيم والله أخويا الغالي الفنان العظيم الشيخ والعبد الله والأب راني موجهة له تحية
دائما مولي لحال دي شواري معي انا مولي نحو شو مال امتر فنانة الكبيرة دي والله انا قاعد الواية بيني قعدت لا دردش وشد الاخبار يعني مفسر طبعا خالق نقول لك وزن خالق انا اسمي قلانة متسد ومرسيداتي واللابو والدتي قالها قرني متشيخ واللابو ودين تابو والله بعد عظيم الكريم اللي افتخر عمتي خطبوي رحمة الله عنه عليه يرحمها ان شاء الله وقامت كثير من الناس مو شاكنها اي والله وديم تاب ارحمها عندها طفله قال لها قلانا خليفه اللي دراني موجهه تحيه لك اختي وما تقني قاع ولا اخبارها شو من فن حتى انا قني عتي شيعه الناس كبر شاكني انا شاكني هي بيدي هي عندها انت تسمع قلانا وعاد ومزنين وتوب على النيانه يعني هي انت انا والله لا ورتي قاع عمتي خطبوي وقلانا انت الخليفه قلانا ليك قلانا انت الخليفه وشو من خرق مودي بيك سدوم شكله سدوم ولا يد المودي راني موجهه تحيه لمات وتسدم ولا اختي واخواتي الثنتين وكل الناس ياسر منها متكاذب اللي شاكلني ماتوا واللي شاكلني قلنا دوم خديمي واخو احمد واخو والله اخوهم الكبير وابوهم سيداتي الفنان طبعا الكبير سيداتي ولا ابا اذا لهنا قبضوا شوي فاصل اعلاني لتقديمي فاصل اعلاني راسين ونرجعوا نكملوا باقي فقرات ولنذكركم بان عند الرقم الشاشه اتصلوا بنا حالا وتقولون جميع استشكالاتكم واللي تبقوا كامل تقولوا واقتراحاتكم في الموضوع والله اسئلتكم للضيفات الكلمات تعطونا فاصل. الحليب سر الحياة. يأتيك طازجا من مراعي الوطنية لمنتوجات الألبان طبقا للمواصفات الصحية العالمية. الوطنية لمنتوجات الألبان، نحن نصنع التنمية. الوطنية لمنتوجات الألبان، جودة تستحق الثقة. جيل جديد من الهواتف المحمولة في موريتانيا. ماركة إيفرتك العالمية ذائعة الصيت متوفرة في الأسواق الموريتانية. هواتف ذكية بتصاميم وأحجام مختلفة تراعي كل الأذواق. هواتف تتسع لشريحتين إلى ثلاث شرائح. هواتف إيفرتك تتوفر على كاميرات عالية الجودة مع سعة تخزين عالية. إيفرتك الجودة والصلابة. أسعار في متناول الجميع. خدمات ما بعد البيع. ضمان لمدة سنة كاملة. شركة اتصال تيليكوم الممثل الوحيد والحصري في موريتانيا لهواتف إيفرتك. ننتظركم في مقرنا الرئيسي على شارع الجنرال ديغول مقابل سوسيتا جنرال بتفرغ زينة. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء في هذه طبعا الحلقة الأولى من برنامج حياتنا، البرنامج التراثي الذي يحاول يربط بين الأصالة والحاضر. خجدتوا شنو التجليات الأخرى اللي أولا شاكرتك على زاد المولد التقليدي المعدل. شكرا ما شاء الله لبياض لك حال والدلات التقليدية. شكرا جزيلا للحنة لك حال المولد من قد البولم قد البولم خجدتوا باو تناغم المجتمع الموريتاني طبعا جمالي تناغم المجتمع الموريتاني وزي ايضا الموريتاني اللي فيه البياض الكحالك وكان. اذا شنو هي التجليات عندك انها الماضي تلقي بظلالها الحاضر كانها خصوصا في المرأة الموريتانية؟ انا الغريب اني باحه بحشيشتي في اول حلقة ايضا من حياتنا في الموسم الاول ايضا باحه بحشيشتي وانت تنعل لدرك باحه بحشيشتي الرواية الغريبة اللي تقولي شنو رأيك في التجليات من كان المرأة اكثر حد تحافظ على التقليد خصوصا في مظهرها وفي بيتها في ديران هالشي تقليدي في الدار وفي الباسها في الدار وتمسكها بالحنة ومتى الحنة تديرها وذاك أكبر المركان شنو رأيك فيه؟ المرأة ظاهر عنها طبعا هي المرأة متمسكة دائما بالتراث وبالتقاليد كانت دعمها المرأة متمسكة به عدن دذر عدن دذر به اللي المرأة ما أكثر كي صرتوا العيات الكبارة دائما عندهم كل حد الأول من الشهر يتحنوا فيه يعدلوا فيه حنة كل الحد الأول من الشهر
يتحنوا في زال تقليد قديم. زال تقليد عندهم لا بد لهم من ملاح في النيل توم دائما عندهم يلبسون حتى إلى عادوا ما هو يلبس ملاح في النيل يلبسوا تقريبا النص ودائما كحلي كحلي هاي طبيعية كحلة الحجرة طبيعية ودائما تجبرين في الله عندهم القتحات في الديار وتجبر عندهم الحصائر حصائر تشيانة وكل قديمين وباطل الآلات كاملة التقليدية طيب إحنا مارك عندنا الحمد لله ومرة الحمد لله جدات التريكة تبارك الله تبارك الله أحسن الخالقين تخش دارها يا وزارة الثقافة تجيه بها تبارك الله ما شاء الله عندهم تبارك الله عندهم تبارك الله المسائل كاملة التقليدية تبارك الله المسائل محافظة عليهم صالوا هنا نجي تجبر تبارك الله فيه المعين الزيني اللوين ما كانوا خارجين وتجبر عند القتحات الزيني وقتحانها قالوا قتحان مقار وكلولين الخضر الزيني وكيران وعند ياسر تبارك الله منه الأشياء تبارك الله التقليدية والعليا دائما محافظات ما شاء الله عليه تعال شوف دائما في العياد يتحنى وحنا قاع تقليدية عندنا احنا وليه صعب عنها في جمال المرأة مرة قاع ما تحنى دارت مرود والكحلة كأنها قاع ما عدلتش وهذا الشباب الصغير اللي ما زال لا شيء ما ذاك يعدلوا غير بعد مقلب عليه يحفول هذا العصر العصر القاتل العصر جميل جدا إذا نموذج الشعري جت يقول واحد يا مستدليت كتاب عزيزة ذيك عذاب تركب خرب في باب خيمتهم تركاب وهو حال التركاب لخرات على باب الله الله زين جميل جدا إذا لا تعطوني اتصال أعطوني اتصالات عرفتي أعطوني اتصالات نشوفوا آراء المشاهدين في الحلقة واقتراحاتهم في الحلقات القادمة ونشاركوها معنا كعادة البرنامج إنه دائما يشاركونها نعم تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله مرحبا بك وسهلا الله يحييك حياك ماريا يا مرحبا وسهلا وهلا مرحبا بك معك محمد يحيى يسعدني ويشرفني أكون أول متصل في هذه الحلقة أول حلقة زدنا شوي من حلقات برنامج حياتنا يا مهدي أتمنى لجميع المشاهدين والشاعر رجال الدين حتى وطلعنا مولي الفنانة الكبيرة إن شاء الله مولي رجال الدين زدنا شوي الصوت يا راسي تحية لكم كاملين تحية لكم تيو وأتمنى لك شاء الله التوفيق الله يحييك إن شاء الله حلقات قادمة إن شاء الله أتواصل معك إن شاء الله مرحبا بك وسهلا مرحبا ان شاء الله وشاكرين جزيل الشكر على تحياتي محمد يحيى محمد مرحبا بك وسهلا شكرا محمد يحيى مرحبا بك وسهلا نقبل اتصال اخر تفضلوا نعم تفضل مشاهد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل الحال يا لباس ما شاء الله الحمد لله السلام عليكم ما شاء الله الحمد لله أنا سلمي على أغلان أيك طالبين منها تعلمنا كسرة زين عندي والله وانا مالي طالبته منها والله برضو عليها تعلم في آخر الحلقة معجزة بي الزين والله انا قاعد ساهي عن بيبانو راهو بالمناسبة من كلمات خويا والله ما هو معفو ما هو عادي افتبرك راهو بالمناسبة من كلمات خويا الجيش ودولة هذا لين كسركم ولا انا بقى راهي موجهة للتحية سلمين عليك في يوم مدي مريم حتى الله يسلمك شاكرين سلمين البرنامج شكرا شكرا جزيلا مرحبا إذا لنا قبل اتصال آخر تفضلوا تفضلوا ألو نعم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا مرحبا باش طاري فيكم يا خير ما شاء الله يا مرحبا وسهلا وسهلا ما شاء الله البرنامج زين حتى
زين حتى ونبقى الفنانة لا تزيدنا لقنا الزين اللي عندها والله الشاعر ما اللي وشوف هذا البرنامج زين وحياتنا حق حق ما هو شور زين شور هذا ونبقى تعلونا قاعد شور ما وعد شاكرك شاكرك على البرنامج شكرا لهيت راسين انت مقرب شوي المنتجات الوطنيه هذا جازين بالاحسن قالوا انه مانو طبعا انا قبلت معي القدحات لهينا قبل البل بقرعي الشايله اللي هي البل بقرعي تشربي انا سكرت عيد انا يوري سبك في البل بقرعي ليش توجه هكذا؟ ليش يجي هكذا؟ كيف الشايرة على البن بقى ريت تسلقي فيه؟ لي الشايلة لي نعطيها نعطيك البلبل انت قام الله نختار نختار زين ما تصبي لنا قوي بالقدحة لا صبر لك بالقدحة ان شاء الله تفضل تفضل خويا تفضل عندنا البن بقى هون الشايلة وعندنا السلام عليكم اسكف اللي هو البلبل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بسم الله وعليكم السلام ورحمة الله والله الصحة جد تفضل خويا تفضل ما شاء الله يا مرحبا وسهلا تفضل فرخانة خويا فرخانة خير الوطنية تفضل لا بخير نشكركم فرخانة خير الوطنية الوطنية شكرا لا يزاد النشر يا مرحبا بك وسهلا مرحبا بك وسهلا هذا ايضا اسكاف بين شرب هو البلبل تفضل صاحبتك تقعد تشرب تفضل مرحبا بك انت ما شربتي ما شاء الله شربت باركوتو هو البن اللي البركه راسي نعطيك البن بقر ما البلبل البقر والله نعطيك ياو عندي طلبين والله تفضل خويا تفضل طلباتك تفضل واحدة نختار الشاعرة تحكي لنا شنو غنى العليات القديم نعم غنى العليات القديم والله على العين والراس غنى العليات اللي هي تغزل على الرجال مثلا واضح واضح والثاني تبرع مثلا تبرع والله والثاني والثاني نختار الفنانة مديسة العاب عندها شهرة الله ينجمني والله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رب وتعود ام اللي تتناول على الزواج هذاك بعد ما هو من الفنانه قطعا وشروطه هذاك ما هو من الفنانه انا بقيت هاد جينا وتو تعود على البال نعم تحسها زي ما هو صوتها جمال صوتها الطبيعي عاد اذا عاد ارجع ان شاء الله وطلباتك دور ان شاء الله وتحط هي متفرق عليها اصلا الفنانين الكبار هي من الشيخ والاب ومسيداتي شكرا وفي النهايه شاكركم وطلعتهم ولا شكرا راح دوني بغيت تقول لك تبرع ان شاء الله دور ان شاء الله وحقك يا طلبات تبرع مرحبا بك السيد غنى العليات العاد خالق ولا ماذاك بعد تبرع قناة العليات قال لك قناة النساء النساء اللي تقزر على الرجال قناة بصفة عامة عاد عندهم مقلع الاتحاد سبيل وإذا ما ذلك بعد ارتب ريعات وتو إذا مرحبا بك وسهلا تعطوني اتصال آخر يا مرحبا وسهلا بك وطبعا أذكر هذه الحلقة الأولى ما فيها مسابقة خالية المسابقة غير إن شاء الله الحلقات القادمة كل حلقة لا تعد فيها مسابقة مباشرة ولا تتخصص في موضوع معين من التراث الموريتاني الأصالة الموريتانية وذاك ذاك الموضوع اللي هي نربط بينه هو الحاضر بطريقة تستفادوا منها في حياتكم الاجتماعية والطبية وحتى الموجودة في الغذاء والمتعلقة بالغذاء وبالنظافة وبالأشياء المحيطة بكم كاملة بصفة عامة تفضلوا 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 تفضل مشاهد نعم ما شاء الله يا مرحبا وسهلا الو تفضلوا تفضلوا
حالكم يا غريب أسليكم؟ وتبارك الله ما شاء الله. أفسر الطهر الزيدنا مدعك بعدك كانت تقول بغي شور الله. أنا معاكم اللي من لابد أن قال لك شور مرة الله مرتين قاع لا بيزوين تبارك الله ما وعد. إذن شكرا جزيلا لك. شكرا وذكر بأن هذا البرنامج بصوة حبسي لأن صحتك نعم يا صويحبتي انا ناصحتك كذا انا ناصحتك يا صويحبتي ايه 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 فين عندي حد والله شكرا ان شاء الله ان شاء الله يا مرحبا وسهلا وهلا مرحبا بك وسهلا مرحبا وسهلا وذكر بان المسابقه هي مسابقه من الحلقة الأولى من البرنامج هي حلقة اخترت لنا العضو نضيفوا لها ضيوف مهمين ومضبطة وظرفاء ونعشوا لكم الحلقة الأولى وأن الحلقة الثانية هي أن ندخل وصل بالموضوع. كل حلقة تتناول موضوع معين من التراث الموريتاني وتلقي بظلالها إلى الحاضر المعاش إياك تستفادوا بأفكار جديدة وإرشادات ونصائح قيمة تربطكم بالحاضر المعاش وتعبركم عن الأصالة أصالة المجتمع الموريتاني البدوي الأصيل اللي كانت عنده حياة قائمة متكاملة بكافة المجالات وحياة تتغير في الحقيقة حد بحث عنها وحياة مهمة جدا لأن هذا الشعب اللي سكن ذي الصحراء الغاحلة وقد يكون فيها جميع حياته قد يستنبط من أشجارها ومن حياتها كاملة جميع احتياجاته حتى سلاحه عدلوا بذكر منهم وعدل وقدحان وعدلهم وعدل حياته كاملة من الطبيعة المحيطة به اللي بسيطة جدا اللي معطياتها بسيطة جدا عدل منها جميع ملتزماته والتزاماته الحياتية اليومية لأن ندخل إن شاء الله حلقات تعد متخصصة في كل مجال من مجالات الأصالة الموريتانية والحياة اللي عاشها المجتمع الشنقيطي في حياته القديمة ولهنا ربطوها كيف ما قلت لكم بالحاضرة المسابقة لتم حاضرة دائما في كل حلقة من الحلقات تتحفكم جوائز قيمة لتستفادوا منها وفي نفس الوقت تذكركم بالمعلومات القديمة. خجدتوا الأخ طلب منك شيء من غنى العليات اللي عاد موجود ولا العليات إن شاء الله توافق الله وقانية إن شاء الله مقال القزل العليات ما أنا باب ما نعرف من تغزل الرجال غير نعرف من هو قزل عليهم قال عندهم شيء تبرع تبرع هو بداية ترهاصات قاع الأدب الحساني كامل بي تقريبا تعود تافلوي تقريبا حد الجراد وحده نبتة التام تعود مرة عليها تقول فيها ما يقدر الراجل في طلعة هي تجيب فيها ذاك كامل يدور اللحظة وذاك شعورها هي وإحساسها وذاك كامل مثلا حست فيه ذيك اللحظة هي تقول ذيك التبريعة كيف تقريبا تقول واحدة البال لا مشتاة الله باقي له ضيفة خلال أيوة وتقول لا بين أصباع كاتني بنواع التلياء هذا قبيل تعود لا تقولوا سعود تبرع بيها تبرع حالا مولي وخلي أصلا تم تتبرع وتم تقول لك تبرع والله والله طيني طيني منك مدقة وخلها عن عمرك صدقة وخلها عن عمرك صدق وخلها عن عمرك صدق الله 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 يطير للسافي طير طير للسافي المحول لعلي بن قافي لعلي بن قافي المحول لعلي بن قافي المحول لعلي بن قافي باطن دي الزيرة قط بياض وثلو المريرة باطن ذي الزيرة باطن باطن ذي الزيرة قط بياض وثلو المريرة بياض وثلو المريرة
قطي بيضيت لمريرة قطي بيضيت لمريرة الله 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 متنحزين ونفتح نستنشق نسيمو نفتح نستنشق نسيمو نفتح نستنشق نسيمو نفتح نستنشق نسيمو والساهل خلاك والساهل خلاك مارق ديدو داخل خلاك والساهل خلاك مارق ليدود داخل أخلاك مارق ليدود داخل أخلاك مارق ليدود داخل أخلاك الله 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 ولا بين اصباع ولا ولا بين اصباع كاتني بنواع التريا كاتني بنواع التريا كاتني بنواع التريا ومصاب البية ومصاب البية به الحق اللاحق بي منصاب بي به الحق اللاحق بي حق اللاحق بي به الحق اللاحق بي به الحق اللاحق بي زين حظي إذن الشكر لكم الثنتين ما شاء الله أبدعتوا وطبعا أكد لي من اختياركم ما هو شيء جاي هكذا إذن طبعا ولنقبل اتصالات ونرجعوا هذا حسب طلب واحد من المشاهدين ودبروا طلبوا نقبل اتصالات أخرين تفضلوا نعم تفضلوا نعم وعليكم السلام دوري صوته شوي اخوتي صوته ما مزيود السلام عليكم وعليكم السلام ومرحبا تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام ومرحبا وسهلا تفضلوا الو تفضلوا تفضلوا الو نعم تفضلوا برنامج زين قالك عن برنامج زين انا ساكن انتم عليه هو ساكن من بايها شكرا جزيلا لك شكرا وشكرا لك تحد لنا التيار والزل والريم تزهري التيار والزل ذلي خارقني مني وحشته خيالي ذلي خارقني مني وحشته خيالي لمعارف برقون وسيمة مذالي لمعارف برقون وسيمة مذالي ذلي خارقني مني
وحشتهم خيالي اللي خارقني من وحشتهم خيالي اللي خارقني من وحشتهم خيالي اللي خارقني من وحشتهم خيالي بعيون وجقني وطريق ماري بعيون وجقني وطريق ماري اللي خارقني من وحشتهم خيالي 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 حسك وخبيطك فين منهم داب الداري حسك وخبيطك فين منهم داب الداري اللي خارقني من ضربي وحشتهم خيالي اللي خارقني من مريم وحشتهم خيالي اللي خارقني من وحشتهم خيالي 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 بالمناسبة راني على ذكر المعارف وبرغم غد ما تحية لوالدتي واختي راهم بالمعارف تسلم عليها المعارف كاملين المغرب الله يا مولي الناس تعلم هذا الصف ان شاء الله يوم 21 مارس نعيدهم راني والله والدتي مير عزمتهم ودواء ثانويه معانا ان شاء الله وخليها لنا ونطول من عمرها والله والدتي طبعا لهنا القوة فاصل اعلان الوطنية الالبان تعطيني فاصل اخير الوطنية الالبان حليب سر الحياة يأتيك طازجا من مراعي الوطنية لمنتوجات الألبان طبقا للمواصفات الصحية العالمية الوطنية لمنتوجات الألبان نحن نصنع التنمية الوطنية لمنتوجات الألبان جودة تستحق الثقة أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء وما زالت حلقة برنامج حياتنا الحلقة الأولى من برنامج حياتنا تتواصلوا وأنتم على موعد دائما إن شاء الله مساء الأحد 10:30 على برنامج حلقة من حلقات برنامج حياتنا ليتكلم عن موضوع من مواضيع الأصالة الموريتانية والتراث الموريتاني ولين إن شاء الله نعدل معكم مسابقة الأسبوعية كل أسبوع إن شاء الله وكونوا في الموعد ولا تنسوا تتابعونا وتعطونا أيضا استشكالاتكم الليلة في الحلقة ومقترحاتكم في الحلقات القادمة وجدد طبعا الشكر للراعي الرسمي للحلقات وهي الوطنية للألبان وأيضا لهنا خجلتوا بعد أن قلت لك عشت خجلت لينا نتكلم عن تكلمنا قبل عن تجليات الأصالة والتراث عند المرأة الموريتانية وتجلياتها في الديار واللباس واللي خلدها القناة أيضا الحسان وصفك مغنية باللغة الحسان رجالة كانت مات عدل مرشي ما وقلنا عليه يتحنات وقلنا عليه
ولا دارت شوي من الديران قلب والله روايه والله شوي والله الصرع والله روايه يقنع لي كيف يقولوا لي اتفاق عمر جيت طبت له دار كان نلقاه وعلى سترة ماريا ما هو مكرود بلي وجبرت الناس حذاه وشرت عليه من بعيد وفهمني ما خلاه قلايبه من بحديد قلايبه حد سمعه هون شك عنها قلبه قلايبه من هي فهمت بها الشارت زاد هي اللي عليه دار قلب من الحديد دار ما خلاه فهمني ما جيت طبته له حد فهم يقدر يفهم دار كان نلقاه وعلى سترة ماريا ما هو مكرود بلي شفت الناس حذاه وشرت عليه من بعيد وفهمني ما خلاه قلايبه من الحديد حد سمعه مشك عنها بها العقل والله بها العقل ويا بها ميزه هو عندك العيادات كامله في القعده انا دايره قلايب ومن الحديد هو تقزر علي معناها البساطه ما تعبر عنها زين ما تعبر عنها يقول واحد تقريبا في المقفي يقول المقفي اللي واحد يعود تقزر لوحده عكس وحده يقول لها لا قولي لي قاعش فيك مشي ذاك وزيني قليك طبعك شين وراخص دخليك وسمعك شين وذاتك الاخرى وشينا حتى ولا خليك مكي في النادي الاخرى ورخص قاع اللي وسيتي مشي شين وذاك عبرة لا عودانك حنيتي وليد وخليتي الاخرى غريب شتي هذا ما بقى شي ما قالوا غريب بزين مشي متعدل وشي زين وتقزر عليه هنا يما وشوي وواحد سمعوا شك عنه وعيبه هو طرح فيه الشمال طبعا ابداع في الادب الحساني الاخبار المقفي الله يبارك في الله جميل جدا نعطوا الاتصال تفضلوا نعم تفضلوا تحية لكم فانا ارانا نحيين الفنانة بعض حيينك انت شخصيا حيينك شاعرة الله يحييك الله يحييك ان شاء الله من الحقيقة الحلقة الليلة مزانة من التراب وفيها قاع الجبن قلت فنانة ان شاء الله انها قوفة دفقية البنت شاف ما فاتوا ذا لكن ما فاتوا مريم بعد ما فاطنته مريم ما فاطنته اللي هون قاعدة من فاطنك اخوي هو شبعي لا انا كب علي اللي جت لك انا ماني بطيلة حتى لك معنا مباركة وقوفة الله تحية لكم الله يحييك ان شاء الله الله يبارك فيك طبعا دارت مدينه نجمه ما شاء الله الله يطول عمرك ان شاء الله نجمه تبارك الله صحفيه لامعة ونجمه فعل لي بدات بالكتابه من زمن يعني ما شاء الله وصوفك عارفك عن قرب الله يطول عمرك ان شاء الله جزاك الله طبعا ان شاء الله نجمه دارت مدينه مرتفعه تحيه لك تحيه لكم الله يحييك ان شاء الله جزاك بالاحسان ان شاء الله يا مرحبا وسهلا ووصل مرحبا مرحبا بك وسهلا وسهلا وتعطوني اتصال حلقتنا خاصة ليل واحدة انا وقلاني اللي تضع عليه يعطيك ليل هذه مقدمة الجوائز المشاهدين جايتني انا وقلاني لا تقدمي المشاهدة ما لها حق غلان ما الله ما قدموا فيك ولا علاش شكوك وكاع جايبين انتم اتعرفي الحسد الاتصال اخر اعطوني اتصال يا طيب نلعب دارهم واحد ونعطيهم جواز ان شاء الله تفضلوا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مش حالكم يا لباس يا تبارك الله ما شاء الله الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله. مش حالكم يا لباس يا تبارك الله ما شاء الله الحمد لله. أنا شاكرتك على البرنامج تبعي. شاكر ضيفاتك المحترمات أغلى يعني هي وخجلته وهذا تبارك الله برنامج زين والله فتبارك الله على طربتنا أغلينا حتى فتبارك الله صوت الشجي فتبارك الله وأنا حجيت تحية أخرى الله يطول عمرك شكرا جزيلا شكرا على مداخلتك شكرا جزيلا نطول اتصال اخر وسعداء باتصالاتكم كامل وسعداء باقتراحاتكم حول
الحلقات القادمة وأراءكم حول البرنامج، وسعيدين أيضا برائكم في الضيفات وفيانا. الله يجازيكم الإحسان وطول اتصال أخر. نعم تفضلوا. تفضلوا. قطع الاتصال لنقبل اتصال آخر. تفضلوا. نعم. تفضلوا. تفضلوا. نعم تفضل. مرحبا بك وسهلا ولا تفضل. الو تفضلوا. الو تفضلوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حالك مرحبا. تبارك الله ما شاء الله. ما شاء الله الحمد لله. يا مرحبا وسهلا. شكرا. منورين في حلقة الضيوف ما شاء الله. لا عندنا شغل عجيب حد حياته وعجيبنا غنانا تغنينا بها. وضح كلامك شوي. انت راجع لحد احيان امرتك انت زمان غلانت ايمان غلانت تبرع لي تغني نبيوته. سمعتي ما سمعتك للاسف. تبرع اللي شوي رقدت وتكلم بحاول تكلم فوق شوي ولا تقرب منك تلفون. هي طلباتكم مجابه كامله بقى. ما رحب بعد اذن الفنان والشاعر. والله حد قال تبريعه. حد قال تبريعه. اه يقولها. تفضل قولي. اه قال ما تبريعه من قربات يا البرنامج زين وذا كاتبنا هون اغنيه. زين حتى البرنامج زين واللي كانت لنا الاثنين زوين حتى لقيت راجل والله مرة يبان لا مراجلين راجل زوين كانت لنا الاثنين معهم مراجلين زوين زين حتى. شكرا. ما هو الاثنين البرنامج زين واللي كانت لنا هون اثنين هون اثنين زين حتى هون اثنين ضبطتي زين البرنامج زين ولا كاس النوم جميعا اثنين زين زين. شكرا الله يطول عمرك. شفتي قبيل ذاك الطريقه اللي قلتي بها التبرع طريقه جديده والله جديدة ما قد سمعتها والله انا كتين. وين هي روايه اخرى تقولي فيها والله والله تبيك الشور مستني تقيده بالشور قبيل ما ايه الشور قاعد ذاك التبرع بدك حال وشرك حال هي تقولي لنا في بتيت مثلا بتيت هو الزين اللي قدين قال في بتيت بتيت مشكلتك بعد بتيت لا بدنا من أظن بتيت أنا بدي بتيت والتالي بتيت والتالي إحنا صار بدنا من ذاك الشهر مسترجع له خلاص لا تبعدي قبل الشيء لا تبعدي حتى لا ها يقول لك قولي النوى ها خلاص إيش نعرف أنا ماني مصورة حتى تعرفون لا كيف كان رأيي ما نجحت تقولي لي الصمت الحين سوي لا كيف تشني علاقتك بالقناة قولي لي نقول هالك الحمد لله ذكرتها ما كان قط سولتيني هيك الساعة وشوفتي ما قط شوفتي والله سولتيني كيف الشهر لك ما هي انا اكثر اختار تسوي لك انت بصفه شخصيه انت عندك علاقه قطعا باهل هدا والله واهل محمد دن شنو علاقتك محمد محمد رسل ابراهيم ما عندي بهم علاقه ما عندك بهم علاقه لا زين عندي قناه ولا عندك علاقه محمد رسل ابراهيم بخيرت ما عندك اخوت مشتركين ما عندك زين ردي الحقيقه ردي الحقيقه انت كاملين تبارك الله ونبقيهم ما شاء الله ايوه كاملين تبارك الله غير ما عندي تربيتي في جو ادبي ماني ترى ما اربط جو ادبي وبس الحاله تعلمتي القناة كانت عندي موهبه من الصغير حق الله ونميت فوتو تبارك الله الا اصدقائك وتوفوا الا اصدقائك وتوفوا كان ما شاء الله ونميت صاحبه معك الله الله ما شاء الله صاحبه معك حتى تبارك الله توفوا لا تميتي لين جيتي عندك موهبه ما شاء الله من الصغير تبارك الله سبحان الله العظيم الله ما شاء الله
زين حبيبتي. شي يعطيه من انا غلطان. لي تعطيني اتصال اخر. راسي. نعم تفضل. الو. نعم. الو. تفضل تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. الو. تفضلوا. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله. حالكم؟ ما شاء الله الحمد لله. مرحبا. الو. مرحبا بك تفضلي تفضلي. حالكم؟ تفضلي. أول حاجة بني أنا معاكم يا سيدة حبيبي. ما شاء الله الحمد لله. مرحبتي بك. سيدة. ما شاء الله تبارك الله. خير بني أنا. طالبة من جنة أنا تقول لي مطعم جرب ونمر. يلا أم ليلى. جنان. هذا قولي لها بابا. في مطعم جرب وناوي. ها شو. طب اسمعتها عنك. حق الله. الرويش. ان شاء الله. ها قاعد وزين هذا الرويش اللي تسكت لنا احنا وراك. بسرعة. ها قاعد قالوا لي البداع عندهم ورقاري. مرحبا بك وسهلا وسهلا مرحبا. مرحبا وسهلا اعطوني نقبل اتصال اخر. اعطوني اتصال اخر. الو. تفضلوا. الو. نعم. الو. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو ماسين ادريس؟ ما شاء الله تبارك الله. لا وشافكم على البرنامج زين. شكرا. شكرا يا ادريس. ما شاء الله الحمد لله. عندنا هون تبرئة على الفنانة قلانة. الله. شني انا ما اخذنك عن التبرعي بين الليله والله ما في اي مشكله حبك يا غلانه اهي هاقف كيشي اللام اللي ما اعطى مولانا اهي الله شكرا مرحبا بك استاذ وين صدت التبرعات اللي فاتوا قالوا المشاهدين بجانب اخرى البتيت يسوى العدل البتيت زين شكرا 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 جزيلا يا مرحبا وسهلا حسك يا قلانا يا قلانا لا من ما اعطى مولانا 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 نخرجني البرنامج زين للبرنامج للبرنامج زين يا زين ولاكات النهون ولاكات النهون هون ذني ترى شاري تبرع شفتي يا زين من مثل التريا راجل عتم مثل التريا يا التريا راجل حتى نقول التبرع يا التبرع يا التبرع ما عاش ذرعام يا ذرعام وياك أحلى والغرام 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 خوتي ما عطى مولانا ما تنفع فيه الشيانة خوتي ما عطى مولانا ما عطى مولانا مولانا ما تنفع فيه الشيانة شيانة شيانة زد في من ولد العم زد في من ولد العم زد في من ولد العم يا يرعم زد في من ولد العم كان ومازال كان ومازال ولاهيتم لاهيتم 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 ما في حفرة من حب وترفد من خرا ما في حفرة من حب وترفد من يا حفرة من حب وترفد من خرا من خرا ما دخرا ما دخرا
شو هاي التبرعة ذاك الراجل وأنا نعرف ذاتن هاي التبرعة الراجل يقول لك اسبق تلياعي من ذات الدفع الرباعي اسبقت تلياعي تلياعي من ذاك الدفع الرباعي عرفان التبرعة تقولها مرة مولي ممتن تلياعي ممتن تلياعي من ذات الدفع الرباعي هي اسبقت تلياعي أهم مرة تقول ممتن ترياعي وازنة به اللي الدفع الرباعي دائما عود راكب هراجي راكب هراجي ممتن ترياعي من ذات الدفع الرباعي ممتن ترياعي ترياعي من ذات الدفع الرباعي رباعي رباعي أنا موجه تحية لقرمي سيداتي لابا مبارك لها على نور ودرجلي بارك إن شاء الله علينا وأريها مجال تحية ولحق على ذواب الحلقة وما زلتم ولله طالبتها ترجع لهم انتم كل حلقة ان شاء الله انتم كل حلقة نعدلها نطلبها مرة أخرى ترجع لنا لهم طالبينها كاملة الساحة الفنية قالتها تماما طالبينها كاملة جميل والله إلا طالبينها زين حتى أعطيني اتصال راسي الخرق اللي نعم ألو نعم ألو مرحبا بك تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تبارك الله ما شاء الله البرنامج زين الشيخ ما شاء الله شكرا شكرا البرنامج زين الشيخ شكرا أو شاكن كسي مريم حتى الفنانة الكبيرة شكرا أختارك وتقولنا أختارك وتقولنا الشور زين ودي خاطر شيء شيء إن شاء الله معي مستمعة والله تفضلتوا تعرف تتخلى معكم والله تتفضل أو شكرا حتى السلام عليكم السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام راني نختار أغنية أنا اللي تقول لي الشهر اللي طالبت من الخط الحالة الشهر شيكندي إن شاء الله شيكندي وصوبوا لها نقول كم صبريعة يلا لك البال اللي ما تيف وصوب الفحة زين حتى زين حتى عاد زين حتى جميل جدا شور شيكندي والله راني بالمناسبة شور شيكندي هذا راهو أختي الفنانة الكبيرة موجهة مولي تحية فيروز متسيمالي ولهم مدفار فيروز شورها يعني ياسم خلق شاك انه شوري قاع شور هاي وشوري انا الداسية يعني. ليش يكون اختك مولي الله يسر اختي وبدايتي مولي بدايتي الفنية معاها هي اول قاع من قناع والدي خليه للشابة ما كان حق الله نهائيا كان بعيد تماما اصرا ما فيها حد يتنهول تماما وصرت. بعد من ذا ما اخباره هو عنده لا انا واختي ديم تسدو وكان تماما بعد من ذا وانا قاع ما هو في راسي قاع بيدي هو مستحيل عنده وهي هي قناعته وسبب قاع معود قني الله هي وانا شاكرتها ومجالة تحية وشي كانت شورها وإذا رقاب اللي فيه قاعد لك الطفلة راني مولي موجه تحية لدومو القاري هو اللي قايل ما يقول فيه الله إذا مطعم جان طنوري وانت شي كانت قط قطيه قط لا فيك قط 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 خاضف قط تسجيل الواتساب لا تسجيل الواتساب لكن اللي مولي ما نقول لا شي ذا مولي ما قط خاض وعدد إعلان تسجيل الواتساب لك ضروا لا شي خاص في البرنامج الإسراء هو شيكن دي قاع نفسه مدين قفل 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 ما تهم ترويج بيه الوعي شيكن دي قفل وقالوا انه قاعين قالوا شيكن دي شيكن دي وشيكن دي لين بعد قفل رانا يطرحوا فيه هيو ريم يا ريم يا ريم يا ريم ريم في سفانة ريم يا ريم يا ريم يا ريم ريم في سفانة عادت ومشيكن دي عادت ومشي كندي تبقي العشوانة الصوب ما هو عندي تبقي العشوانة يا وانا الصوب ما هو عندي
تبقى العشارة سوق ما هو عندي سوق ما هو عندي سوق ما هو عندي جايبك 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 إذا وجاي نعشى من شكندي نعشى من شكندي منين بتتعشاي من شكندي القديم منين بتتعشاي من شكندي القديم ما هو عندي ما هو عندي صوق ما هو عندي ما هو عندي ما هو عندي صوق ما هو عندي صوق ما هو عندي صوق ما هو عندي ياللي منك فصديف ياللي منك فصديف ياللي منك فصديف الليلة ويكندي الليلة ويكندي مطعم جلو نظيف وأقرب من شيكندي مطعم جلو نظيف وأقرب من شيكندي ما هو عندي ما هو عندي السوق ما هو عندي ما هو عندي ما هو عندي السوق ما هو عندي السوق ما هو عندي السوق ما هو عندي زوال حد ما هو عاد هاد جالو قاعد زي مش قطع انه هوي زوين يدور يدور شيء يعود هوي بسيط له هي بسيط ما هو واعر حتى كيف كان يقول قبيله كان يقول قبيله الله يواعر كان يقول قبيله مجد حد عود ما عنده ضافي يدور ضافي حتى ايش بهلو اللي ذاك اذا طبعا خجيت تقول لنا تقول لنا اخر تقول لنا باطلعت عندك طلعه نختموا بيها ودي اخر وتختم هي بشورة الشور القبيل اللي كي يقول يقود عندي شور عندي شور لا 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 بتولي وار ما قد يكون ايه وتقولي لي اخر عالب بتولي ما مشكلة لا يضف الحلقة انا بدنا من ذاك وذكر انهم اللي قفان ما في مشكلة ان شاء الله ايه وزين ايه والله ان شاء الله ايه وزين دوري انا اختم لك بشي والله تقولي لها قافزة انت اللي تقول شريانة والله شركة فير قلنا شركة دور اللي انقلنا وقلنا شركة شريانة قلنا شركة بس انا نقول الشوطة تتخذت من عدانة الله روحي من طاعة للسقم اخداني 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 يا خداني يا خداني من ذيك الساعة اهي من ذيك الساعة ما فاترخاني من ذيك الساعة ما فاترخاني داني لا داني داني لا داني داني لا داني لا داني والله لي ما فايدة اهي والله لي ما فايدة حد لحد رجاني ما في لحد لحد رجاني الله ما زين لحد رجاني والله ما عيد لحد رجاني يا قد انا احسك راو فوقاني يا قد انا احسك فوقاني ومن ادم سمعك سمعك ينسى الثاني منادم سمعك ينسى الثاني داني لا داني داني لا داني داني لا داني للحد رجاني لاني ما عيد للحد أحلاني ما زيان للحد رجاني ما عيد للحد رجاني حسك نهوني حرك وجداني حسك نهوني حرك وجداني حسك نهوني وجداني حرك وجداني ما تشي مني ما تشي مني معشي متقاني معشي متقاني ما تشي مني معشي متقاني شي مني معشي متقاني داري لا داري داري لا داري داري لا داري لا داري والله لي ما فايدة والله لي ما فايدة حد لحد رجاني أحلى لي ما سيان لحد رجاني لا
وصلاني ما حيدر حد رجاني تس 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 تسوايف بدعي تسوايف بدعي تسوايف بدعي اذا قلت داني تسوايف بدعي اذا قلت داني يا قلانا طلعي حق وقفاني يا قلانا طلعي يا قلانا طلعي حق وقفاني قلانا طلعي حق وقفاني دار الا داني دار الا داني دار الا داني لداني والله لي ما فايدة حد رجالي والله لي ما فايدة حد رجالي الله لي ما زياني ذا الحد رجالي معايدة لحد رجالي هاي داني أنا قاعد في تكسن السلف زين حق معجزة يا زينة تبارك الله ما هو شي معقول رد قفاني هذا تمي دايما نقولي والله اللي قلت لكم مرة والله تمي دايما نقولي صدق زاد اللي عندنا شح والله إيه نسمع نسمع قلت يا من قلت أنا عشبك فيهم ودي قفان قلت لي وقت تمي يقولي يا قلتك وقتك ورقا يتركها قلت والله أنا دا هنا لختمهم طلعتين كلهم ما هم طوالات حتى نقول أرعيانا كرامتك أرعيانا كرامتك وارفع بالمعنى هامتك ولوي في الجود عمامتك وفي الناس رعت قدامك أرعيانا كرامتك وارفع بالمعنى هامتك ولوي في الجود عمامتك وفي الناس رعت قدامك وشينا حومتها حامتك أصرف عنها تخمامك والدنيا اللي قومتها ما هي من تلت قوامك وحسني أنا قدمتها ذيك تراها قدامك ونقول ما ينقص من معناك قبال مقال ولا نقص مقال من مزاك قبال والأقوال ما تحسن ذاك الطاك الله من الفضل وذاك الملوال يا رسول الله ذا معناه الغربي لا جو بوهام وبحلام وبخلاه وبذراه أصمك لله السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخسئة أعداء عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام الله يلزم إن شاء الله مذكورني أنا من المراد يسروال متبع راسي يسروال متبع راس هو ما يصر واللي زاد ما يسرق ما خايف قص ما يسرق ما هو خايف قص 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 مشيع عنه في الدشرة الجف العاي متخصص والجف العاي متخصص جاي ولا عقبتها كشرة متسع ما متملص متسع ما متملص 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 لا نصحتك يا صويحبتي رجلتنا ما تخلص رجلتنا ما تخلص رجلي يبغيك انتي وانتي 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 ما تبعرس وانتي وانتي يا ما تبعرس ما تبعرس ما تبعرس ما تبعرس ما تبعرس تبعرس صمت وعراس إذا شكرا جزيلا شكرا الله جميل جدا وتبارك الله الحنجرة فتبارك الله الذهبية ما شاء الله شكرا جزيلا لك أنت مني أيضا أخذت على حضوركم معنا في الحلقة شكرا للأستاذ المجد في الفقرة الأولى في برنامج الحلقة الأولى من حياتنا شكرا لكل من اتصل بنا ولمن سيتصل إنعاش هذه الحلقات وحلقات القادمة بحول الله مساء الأحد إذا كتب الله لنا ذلك شكرا لكم أنتم في ختام هذه الحلقة في البيوت حيث سهرتم معنا في هذه الليلة شكر خاص للشاعرة خديجة الطوبة شكرا شكر خاص أيضا لأكبر فنانة موريتانية صاعدة أغلانا من تسدو والسيداتي واللاب الله يطول عمرك الله يطول عمرك إن شاء الله شكرا جزيلا الله يطول عمرك ويخليكم إن شاء الله أنتم عالمين بكم إن شاء الله يا مرحبا بكم وسهلا شكرا شكرا للوطنية للألبان رعاية هذه الحلقات شكرا جزيلا لكل من تابعنا إلى اللقاء